اهلا اهلا بكم ابنائي الاعزاء، وحلقه جديده وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا، مدرسه على الهوا. اهلا حبايبي، والنهارده ان شاء الله حلقتنا تدور حول حلقه جديده من مادتنا الجميله، ماده التحكم المنطقي المبرمج البي ال سي، البروجرامابل لوجيك كنترول. واحنا عرفنا ان المادة دي جميلة جدا، لانها من خلالها بقدر ان انا اقدر اعمل البرمجة لماكينات تقدر ان هي تشتغل بالنظام الاوتوماتيكية او الانيميشن. تمام يا شباب، احنا كنا الحلقة السابقة عرفنا يعني ايه وحدة منطقية، عرفنا فوائد الوحدة المنطقية، كمان عرفنا بعض المعلومات البسيطة عن مكونات الوحدة المنطقية. النهاردة ان شاء الله هنبدأ كده في مكونات الوحدة المنطقية بالترتيب من الاول لحد نهاية جزء في الوحدة المنطقية، واحدة واحدة كده مع بعضين. احنا عارفين الوحدة المنطقية دي يا اولاد، اولا هي بتتكون من عنصرين اساسيين اللي هما البرمجيات او السوفت وير، وتاني عنصر هو عبارة عن الهارد وير. طيب يعني ايه مش سوفت وير؟ يعني عبارة عن البرامج اللي انا بقدر ان انا اشغل من خلالها الوحدة المنطقية، او اقدر من خلال هذه البرامج اتحكم في منظومات التحكم المبرمج زي خطوط الانتاج، زي اجهزة المراقبة، زي ان انا اقدر اتحكم في تسلسل عمليات التشغيل في ماكينات التحكم الرقمي. كل هذه الامور يا اولاد اقدر ان انا اتحكم فيها من خلال مجموعة من البرامج. يبقى البرمجيات او السوفت وير هو عبارة عن مجموعة البرامج اللي من خلالها اقدر اتحكم في منظومات التحكم المنطقي المبرمج. مع بعضينا بقى الشاشة بتاعتنا جميلة، وهنبدأ نعرض اجزاء الوحدة المنطقية. اولا البرمجيات، مع بعضينا كده على الشاشة. الشاشة بتاعتنا جميلة، بتقول لنا ايه؟ بتقول لي ان البرمجيات يعني سوفت وير. يعني ايه سوفت وير؟ يعني هو عبارة عن البرامج التي فيها يتم تحديد العمليات المطلوب تنفيذها، وكمان كيفية تنفيذ هذه الايه العمليات. قال لي ويتم تغيير تتابع التحكم او تغيير التتابع بتاع تسلسل التشغيل لأي مكنة فقط بتغيير البرنامج دون الحاجة إلى تغيير الأجهزة المادية اللي هي الهاردوير. يعني إيه يا ميس بقى؟ دلوقتي نعرف الجزئية دي. يعني يا شباب، أنا دلوقتي لو حبيت إن أنا أغير أي جزء في طريقة التحكم في الماكينات أقدر أغير البرنامج فقط دون تغيير الأجزاء المادية اللي موجودة فين؟ في المكنة. أنا بغير في البرنامج، عمل المكنة بيتغير، يبقى عن طريق تغييري في السوفت وير أقدر أغير في شغلي أو المطلوب أو الناتج من عملية الإنتاج دون الحاجة إلى التغيير في أجزاء الهارد وير للوحدة الإيه؟ للوحدة المنطقية. يبقى البرمجيات هي عبارة عن مجموعة البرامج اللي بغذي بيها الوحدات المنطقية اللي هتشغل لي خطوط الإنتاج، واللي هتشغل لي أجهزة المراقبة، واللي هتبدأ إن هي تتحكم لي في تتابع عمليات التشغيل في ماكينات التحكم الرقمي. كل هذه الامور بتتم عن طريق مجموعه من البرامج بنسميها سوفت وير. ولو عايز اغير في طريقه او طبيعه عمل اي اله بغير في البرنامج وما بغيرش في الهارد وير بتاع الوحده الايه المنطقيه. ده كده اول جزئيه من اجزاء الوحده المنطقيه، وهي السوفت وير، وهي عباره عن مجموعه البرامج اللي بتحكم من خلالها في تشغيل الماكينات او خطوط الانتاج او اجهزه المراقبه او التسلسل التشغيلي لماكينات التحكم الرقمي. طب وعندنا عنصر تاني؟ عندنا عنصر تاني اسمه الهارد وير. مع بعضينا نشوفه وبعد كده نتناقش مع بعض فيه. الهارد وير يا ولاد، الهارد وير زي ما الشاشة كده بتعرض لنا ان الهاردوير ده هو عبارة عن الاجهزة المادية للوحدة المنطقية المبرمجة. واحنا قلنا ان الهاردوير ده بيتكون من 5 اجزاء اساسية. اول حاجة هي جهاز البرمجة اللي من خلاله اقدر ادخل في البرنامج اللي انا عايز انفذه. كمان جهاز البرمجة ده بيبقى متصل بذاكرة، الذاكرة دي بتاخد الـ 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 بتاخد البرنامج اللي داخل لجهاز البرمجة وتبدأ تحتفظ بيه وتبدأ تصدره على المعالج. المعالج بياخد البرنامج بتاعي ويبدأ يعالج الإشارة اللي موجودة فيه، بحيث ان هو يعالج الإشارة ديت من إشارة دخل لإشارة خرج
تبدا تشغل لي المكنه بتاعتي، او تقدر تشغل لي خط الانتاج اللي انا ايه اللي انا عايزه. اكيد طبعا علشان يبقى عندي اجهزه ماديه بالمنظر ده لازم يكون في حاجه اسمها مدخلات وحاجه اسمها مخرجات. اجهزه الدخل واجهزه الخرج ده العنصر الرابع من عناصر الاجهزه الماديه، وعلشان اشغل المنظومه دي كلها محتاجه الباور سبلاي او محتاجه المصدر طاقه اللي هو بنسميه مصدر الطاقة الأساسي لمين؟ للوحدة المنطقية. يبقى الوحدة المنطقية كده بتتكون عندي من كام عنصر؟ من 5 عناصر. أول حاجة يا ولادي إيه هي؟ عبارة عن إيه؟ أول حاجة عبارة عن جهاز البرمجة، تاني حاجة عبارة عن تاني حاجة عبارة عن الذاكرة، تالت حاجة عبارة عن المعالج، أجهزة الدخل والخرج، وكمان مصدر الإيه؟ مصدر الطاقة زي ما شاشتنا الجميلة كده بتعرض لنا. طيب احنا كده عرفنا ان احنا اي وحدة منطقية بتتكون من عنصرين اساسيين هي البرمجيات، وقلنا عليها عبارة عن البرامج اللي انا بغذي بيها الوحدة المنطقية علشان التحكم في الماكينات وخطوط الانتاج، وكمان عرفنا ان فيها الاجزاء المادية اللي هي الهاردوير اللي احنا بنسميها الاجزاء المادية او الاجهزة المادية اللي بتحتوي عليها الوحدة الايه المنطقية. والاجهزة المادية ديتكم زي ما الشاشة كده بتعرض هي عبارة عن 5 اجزاء. اول حاجة جهاز البرمجة، ثانيا الذاكرة اللي بحتفظ فيها بالبرنامج بتاعي، كمان المعالج اللي بيعالج اشارة الدخل الى اشارة الخرج المطلوبة، كمان مصدر الطاقة او الباور سبلاي اللي هو بيغذي كل هذه الوحدة بالباور او بالكهرباء اللي هتشغل الوحدة المنطقية. طيب كده احنا عرفنا شباب ان عندي جزئين اساسيين للوحدة المنطقية المبرمجة، جزء اسمه السوفت وير وجزء اسمه الهارد وير. جزء السوفت وير يا اولاد هي عبارة عن البرمجيات او البرامج اللي اقدر من خلالها اغذي بيها الوحدة المنطقية، فمن خلال هذه البرامج اقدر اشغل خطوط انتاج، اقدر اشغل اجهزة مراقبة، اقدر اشغل ماكينات تحكم عددي او رقمي، اقدر من خلالها اشغل مواتير، اقدر اشغل منظومات نيوماتيكية او هيدروليكية بس باستخدام البرامج، كمان اقدر ان انا اتحكم في سيستم انارة، اقدر اشغل كل خطوط انتاج على اعلى مستوى وبتسلسل عمليات كتيرة جدا. كل الكلام ده يا شباب او كل هذه المشغلات اقدر اشغلها واتحكم فيها من خلال مجموعة الايه البرامج اللي انا اقدر اغذي بيها الوحدة المنطقية. وده العنصر الاساسي للوحدة المنطقية اللي هو البرمجيات او السوفت وير. طب الوحدة المنطقية بقى بتتكون من جزء تاني، ايه هو؟ عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الهارد وير. الهارد وير ده يعني ايه يا مس؟ يعني الماديات، يعني الوحدة المنطقية دي ايه هي العناصر اللي موجودة فيها؟ العناصر اللي احنا بنشيلها ونستبدلها ونروح نشتري غيرها ونركبها. مكونات الوحدة المنطقية المادية اللي انا اقدر امسكها واتعامل بيها في ايديا، تمام؟ دي كده اسمها الاجزاء المادية. الاجزاء المادية دي عبارة عن ايه يا مس؟ عبارة عن اول حاجة يا اولاد جهاز البرمجة اللي بدخل من خلاله البرنامج، كمان عندنا الذاكرة اللي بتاخد البرنامج ده وتبدأ تحتفظ بيه علشان ابدأ بعد كده استدعيه وابدأ ادخله على المعالج، المعالج رقم 3 علشان يعالج لي اشارة الدخل الى اشارة الخرج المطلوبة، كمان عندي يا اولاد الباور سبلاي او مصدر الطاقة. يبقى انا عندي الهارد وير بيتكون من 5 اجزاء اساسية زي ما قلنا عليهم: جهاز البرمجة، الذاكرة، المعالج، اجهزة الدخل والخرج، وكمان مصدر الطاقة. مع بعضينا بقى كده نبدأ نشوف يعني ايه وحدة برمجة ووحدة الوحدة المنطقية المبرمجة دي انا ممكن استخدمها في ايه. الشاشة بتاعتنا هتقول لنا دلوقتي ان الوحدة المنطقية يا ولاد بتحتوي على 3 عناصر للتحكم اساسيين عشان اتحكم في اي سيستم. عشان اتحكم في اي سيستم لازم يكون عندي داتا انبوت وداتا اوتبوت وبروسيس في النص. البروسيس اللي في النص دي هي العمليات اللي بتتم على الانبوت داتا عشان تحولها للايه؟ لاوت بوت ايه؟ داتا. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني انا عندي اي سيستم تحكم منطقي بيتكون من 3 عناصر اساسيه. اول حاجه المدخلات، تاني حاجه البرمجه
او العمليات اللي هتتم على المدخلات. تالت حاجة شباب المخرجات، الايه المخرجات. طيب لو بصينا على الشاشة بتاعتنا هتعرض لنا مثال للمدخلات والمخرجات والعمليات اللي هتتم. احنا عندنا هنا شباب اول حاجة بالنسبة للجزء الجزء دوت شباب، ده كده ده عبارة عن ايه؟ المدخلات بتاعتي. المدخلات ده هو عبارة عن البرامج بتاعتنا. البرامج ديت انا ببدأ ادخلها على المعالج بتاعي. المعالج ده بيحول لي إشارة الدخل اللي جاية لإشارة الايه؟ إشارة الخارج. يبقى انا عندي هنا الانبوت داتا، البروسيس اللي هتتم العمليات اللي هتتم عليها عشان في النهاية تتحول للاوت بوت ايه؟ للاوت بوت داتا. الانبوت داتا عبارة عن برامج. البرامج ده هتدخل ليه؟ إيه؟ وحدة التحكم المنطقية. هتحول لغة البرامج للغة تشغيل المكنة، فبالتالي هتبدأ تشغل لي منظومة تحكم هيدروليكي أو نيوماتيكي. هتقدر إن هي تشغل لي مواتير، هتقدر إن هي تشغل لي سيستم إنارة، تقدر تشغل لي خط إنتاج، تقدر تشغل لي أجهزة مراقبة، تقدر تشغل لي كمان ماكينات تحكم إيه؟ رقمي أو عددي. دي كده يا ولاد العناصر الأساسية لأي منظومة تحكم: مدخلات، برمجة أو اللي احنا بنسميها البروسيس، وبعد كده العمليات اللي هي المخرجات، اللي هي المخرجات. يبقى مدخلات، عمليات، مخرجات. تمام، ده كده التحكم المنطقي المبرمج أو أي سيستم تحكم لازم يكون فيه انبوت للداتا بتاعتي، في بروسيس، في اوت بوت للداتا بتاعتنا. الانبوت اللي هي المعلومات او البرامج اللي هتبدا تنفذ لي الشغل بتاعي. البرامج دي عشان تدخل لازم اعمل عليها عمليات، يعني احول البرامج او لغه البرمجه للغه المكنه عن طريق المعالج. تمام، وبعد كده المعالج بيبدا بعد ما يحول اللغه بتاعه البرنامج للغه المكنه بيبدا يشغل الايه؟ المكنه. فدي بتطلع لتشغيل المكنه في شكل حركات او اشارات كهربائيه او حركيه. دي بتبقى بالنسبه لي المخرج اللي خارج من عمليه التحكم المنطقي المطلوبه. تمام يا شباب، دي كده كنا بنتكلم عن عناصر اي منظومه تحكم، ثلاث عناصر: مدخلات، برمجه، مخرجات. تمام يا شباب، مع بعضينا بقى كده نبدا ناخد جزء جديد من اجزاء منظومات التحكم او الوحده المنطقيه المبرمجه، السي بي يو. كلنا نعرفها وكلنا عندنا سي بي يو في اجهزه الحاسب بتاعتنا في البيت. السي بي يو دي يا ولاد ايه مكوناتها، وبتساعدني في ايه في عمليه البرمجه، وبتساعدني في ايه في تشغيل منظومات التحكم المنطقي المبرمج؟ مع بعضينا بقى على الشاشه نبدا نشوف السي بي يو بتخدمني في ايه في منظومات التحكم المنطقي المبرمج. مع بعضينا على الشاشه. قال لي وحده المعالجه المركزيه بنسميها السي بي يو. قال لي تعتبر هذه الوحدة هي وحدة المعالجة المركزية وأهم الأجزاء الأساسية للوحدة المنطقية المبرمجة. فالسي بي يو ديت هي بتشبه السي بي يو اللي موجودة في جهاز الحاسب الآلي من حيث شكلها ومن حيث تركيبها البنائي. وتسمى العمليات التي تتم في الوحدة المركزية بعمليات المعالجة. يعني السي بي يو ديت هي اللي بتبقى جواها المعالج او اللي احنا بنسميه البروسيسور، وهو اللي بيقوم بمعالجة البيانات اللي داخله، وهو اللي بيترجم اشارة الدخل ويقوم بعملية التحكم طبقا للبرنامج المخزن في الذاكرة، ثم يرسل التعليمات بعد معالجتها كإشارة خرج أو إشارة فعل للمخارج، كإشارة فعل الإيه؟ للمخارج. إيه الكلام الجميل دوت يا مس؟ إحنا قلنا يا أولاد إن إحنا لازم يكون عندنا حاجة اسمها معالج. المعالج ده إحنا بنلاقيه في السي بي يو. السي بي يو دي عبارة عن إحنا بنسميها البروسيسورز. البروسيسورز ديت اللي هي بتقوم بالعمليات اللي هتتم على إشارة الدخل عشان تبدأ تعالجها لي وتحولها لإشارة فعل لمين؟ للخرج بتاعي. يبدأ الإشارة دي تدي أوردر لكل ما هو
موجود في الماكينة علشان يبدأ يشتغل ويبدأ ينفذ لي عملية الخرج الايه المطلوبة من سيستم التحكم المنطقي الايه المبرمج يا ولاد. يبقى السي بي يو هي عبارة عن وحدة المعالجة المركزية. وحدة المعالجة المركزية أكيد هتحتوي على المعالج. المعالج ده اللي احنا بنسميه البروسيسورز، والبروسيسورز ده بيقوم بمعالجة إشارة الدخل إلى إشارة الخرج الإيه المطلوبة، ويحولها من إشارة إلى فعل مطلوب تنفيذه، سواء كان تشغيل خط انتاج، سواء كان ان هو مراقبة اجهزة عن طريق تشغيل اجهزة المراقبة، سواء كان تشغيل مواتير، تشغيل سيستم انارة، ايا كان الفعل مين اللي بيحوله من اشارة المنطقية من اللوجيك كنترول للفعل الاساسي المطلوب او فعل التشغيل المعالج او البروسيسورز او وحدة المعالجة المركزية اللي بنسميها السي بي يو. تمام يا حبايبي، دي كده فايدة السي بي يو. يبقى احنا كده اخدنا كام جزء من اجزاء الوحدة المنطقية. قلنا الجزء اول حاجة الوحدة المنطقية بتتكون من السوفت وير اللي هو البرمجيات او البرامج اللي انا ببدأ اغذي بيها الوحدة علشان خاطر تبدأ البرامج ديت تتحول لإشارات خارج وتبدأ تشغل لي منظومات التحكم المبرمج. طيب وقلنا كمان غير البرامج ايه عندنا؟ الهاردوير. وقلنا الهاردوير هي عبارة عن الأجهزة المادية اللي من خلالها اقدر اتحكم في السيستم علشان اقدر ابدا اعمل تحكم منطقي مبرمج. زي ايه؟ زي جهاز البرمجه، زي الذاكره، زي المعالج، زي اجهزه الدخل واجهزه الخرج، وايضا زي مصدر الطاقه المطلوب لايه؟ لاداره هذه المنظومه. كمان قلنا ان احنا عندنا السي بي يو، ده كان ثالث جزء اللي هو عباره عن المعالج او البروسيسورز، وده كان وظيفته ان هو بيبدأ يقوم على تحويل اشارة الدخل الى اشارة الخرج، وتحويل البيانات الى افعال اقدر ان انا انتج بيها تشغيل الماكينات التحكم الرقمي، تشغيل خطوط انتاج، تشغيل اجهزة مراقبة، تشغيل مواتير او مضخات، تشغيل سيستم ادارة موجودة عندي، اي مشغل انا محتاجاه من السيستم او منظومة التحكم المنطقي الايه المبرمج. ده كده كان الجزء الايه الثالث من اجزاء الوحدة المنطقية. مع بعضينا بقى نشوف الجزء الرابع من اجزاء الوحدة المنطقية. قال لي في عندنا يا ولاد كمان حاجة اسمها، ده تعريف، ده الباص. يعني ايه الباص ده؟ قال لي ان الباص دوت حتى يمكن بدء البرنامج يجب ربط المكونات للوحدة المنطقية مع بعضها، ويسمى وصل الاجزاء بتاعت الوحدة المنطقية مع بعض بنظام الباص. الباص هو نظام توصيل عندما تكون عدة مجموعة مكونة أو مؤتلفة النظام متصلة ببعضها البعض، يسمح لمجموعتين فقط أن تعمل معا أو تتصل إيه تتصل مع. ده عبارة عن إيه الباص ده يا ولاد؟ ده الباص ده نظام تحكم داخل الوحدة المنطقية. مش إحنا قلنا إن الوحدة المنطقية بتعالج الإشارات، أو لو في إشارتين متشابهتين مع بعض بيخلوا كل اشارتين متشابهتين ترتبط ببعض بحيث ان هي تديني خرج ايه؟ خرج واحد، ما اخدش الخرج متشابه من كذا من كذا ايه؟ من كذا مكان. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى حبايبي لو انا عندي دلوقتي قلم خراطه وقلم وبنطة صقب، ما ينفعش ان انا اخد اوردر يشغل الاتنين دول مع بعض في نفس اللحظه، لا، تشغيل العدد هبدأ ان انا اخد اي اشارتين متشابهتين اخرج منهم اشارة ايه اشارة واحدة. ده سيستم تحكم داخل البرامج بتاعة الوحدة المنطقية. سيستم التحكم ده انا بسميه الباص. يبقى الباص ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نظام تحكم بيعمل داخل الوحدات المنطقية لربط كل اشارتين متشابهتين مع بعض وخرج اشارة ايه اشارة واحدة من خلالهم. تمام يا حبايبي، ده كده اللي هو تعريف الباص. طيب نبدأ نشوف بقى الجزء الثالث من الوحدة المنطقية اللي هو الذاكرة. الذاكرة دي بنقول عليها الميموري. الميموري دي يا اولاد احنا كلنا عارفين ذاكرة يعني بخزن فيها ايه؟ معلومات. الذاكرة اللي انا بخزن فيها ايه؟ معلومات. بس احنا علينا عندنا بقى مجموعة من الذاكرات متعددة، ده اللي احنا هنتعرف عليه دلوقتي في حلقتنا ونعرف كل نوع من الذاكرة
يقدر يفيدني في الوحدة المنطقية بتاعتنا بإيه. مع بعضينا على الشاشة بقى نشوف أنواع الذاكرات بتاعتنا عبارة عن إيه. قال لي أول حاجة يتم في الذاكرة تخزين الأوامر التي ستستعمل في عمليات التحكم من قبل المعالج. طيب، ويمكن التمييز بين مجموعتين من أنواع الذاكرات، ذاكرات عندنا للقراءة فقط وذاكرات للقراءة والكتابة. يعني إيه بقى الكلام ده؟ هو أولا قال لي يعني إيه ذاكرة؟ قال لي إن الذاكرة دي بتخزن لي المعلومات اللي هقدر أعالجها من خلال مين؟ المعالج. طيب، وإحنا عندنا نوعين من الذاكرة، عندنا ذاكرة للقراءة فقط ما أقدرش إن أنا أكتب عليها، وعندنا ذاكرة للقراءة والإيه؟ والكتاب. مش احنا يا ولاد في الموبايل اللي احنا بنمسكه في ايدينا في حاجة اسمها السيستم بتاع الموبايل؟ السيستم بتاع الموبايل ده انا ما اقدرش ان انا ادخل عليه واكتب عليه حاجة وازودها او العب في السيستم واحذف ايه؟ واحذف حاجة. فبالتالي كده في ذاكرة معمولة للقراءة فقط، اشوف السيستم بتاع الموبايل بس ما اقدرش لا اكتب فيها ولا اقدر امسح من خلالها. دي كده اسمها ذاكرة للقراءة فقط. طيب، عندي بقى الميموري اللي احنا بنحط عليها الافلام، نحط عليها المادة العلمية، ونحط عليها الاغاني، نحط عليها كل الكلام ده. دي ممكن احذف من عليها وممكن اضيف عليها. يبقى دي ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة. ذاكرة قابلة لايه؟ للقراءة والكتابة. اقدر اقرا من عليها معلومة واقدر اضيف عليها ايه؟ معلومة. يبقى انا دلوقتي بداية من انواع الذاكرات احنا عندنا نوعين من الذاكرات اساسيين، ذاكرة قابلة للقراءة فقط وذاكرة قابلة للقراءة والايه؟ والكتابة. مع بعضينا بقى نبدأ نشوف اول نوع ونشوف الذاكرة القابلة للقراءة فقط انواعها ايه. مع بعضينا على الشاشة. قال لي اول حاجة الذاكرة القابلة للقراءة فقط اللي احنا بنسميها read only memory. read only memory لو اخدنا الثلاث حروف من الثلاث كلمات بنسمي هذه الذاكرة الروم. الروم r o m اختصار لريد لريد only memory. قال لي الذاكرة دي بتحتوي على بيانات ثابتة ولا يمكن إعادة برمجتها أو كتابتها. البيانات اللي موجودة على الذاكرة دي أنا ما أقدرش أجي جنبيها ولا أمسحها ولا أضيف عليها غير إني أقراها فقط، زي بالظبط الويندوز اللي موجود عندي على اللاب. أنا مش بقدر أجي فيه ألعب فيه، أنا أقدر أقراه بس. فذاكرة اللي متخزن عليها سيستم الويندوز بتبقى ذاكرة قابلة للقراءة ايه؟ للقراءة فقط، ما اقدرش لا احذف منها ولا اضيف ايه عليها. عشان كده قال لي دي اسمها روم. اسمها ايه شباب؟ روم. روم دي اختصار لايه؟ قال لي اختصار لريد اونلي ميموري، يعني الذاكرة دي قابلة للقراءة only فقط. قابلة للقراءة ايه يا ولاد؟ فقط. والذاكرة دي بنسميها ايه؟ بنسميها روم. بنسميها ايه؟ روم. طيب، عندي ذاكرة بقى نوع اخر اسمها رام. اسمها ايه؟ رام. طيب تعالى نشوف كده ذاكرة للقراءة والكتابة. ذاكرة قابلة للقراءة والايه؟ والكتابة. قال لي ايه اسمها ايه؟ اسمها راندوم اكسس ميموري. راندوم اكسس ايه؟ ميموري يعني رام. يعني ايه رام؟ قال لي تعتبر هذه الذاكرة مؤقتة اذ يتم محوها مباشرة بعد فصل التيار الكهربي. هذه الذاكرة شائعة الاستعمال في الوحدات المنطقية المبرمجة لتخزين الايه؟ البرنامج. نفهم برضك يا شباب يعني ايه الذاكرة دي. دي ذاكرة قال لي أول ما بفصل التيار بتمحى. يعني إيه؟ مش إحنا كلنا لو جينا كتبنا أي حاجة
وفصلنا التيار من غير ما نخزنها او نعمل لها سيف بتتمسح؟ اه. طب امتى تتمسح؟ لو اتفصل التيار، لو كانت الحاجات او البيانات اللي احنا بنكتبها ديت على ذاكرة الرام، الذاكرة القابلة للقراءة والايه والكتابة. انما السيستم بتاعنا يا اولاد، لو الويندوز انا حاطه على اللاب بتاعي، ما هو التيار الكهربي بيقطع واللاب بيفصل، ولما بفتح بلاقي الويندوز مرة ايه مرة تانية، بالرغم ان انا فتحها ما عملتلوش سيف قبل ايه قبل ما يقطع التيار الكهربي. لا، ليه؟ لان هو موجود على ذاكرة قابلة للقراءة فقط، وممنوع التدخل ايه فيه. تمام، حلو قوي. انما الذاكرة القابلة للقراءة والكتابة دي، لو انا بكتب واتقطع التيار الكهربي بلاقي كل حاجة بايه بتمحى، الا لو انا عامل لها عملية ايه سيف. نقصد ان الذاكرة بتمحى مباشرة عند فصل التيار الايه الكهربي، ماليش دعوة بالسيف، هي بتمحى عند فصل التيار الكهربي. ماشي، بس انا لو عامل لها سيف اه هي بتستمر، بس الذاكرة دي قابلة للقراءة وقابلة كمان للايه للكتابة، واذا تعرضت لفصل التيار الكهربي بتمحى كل ما ايه كل ما عليها كل ما عليها. دي الذاكرة اللي احنا بنكتب عليها، اللي احنا بنسجل عليها مادة علمية، بنحط عليها الدوكيومنت بتاعتنا، هي دي الذاكرة اللي احنا بنكتب فيها واللي احنا بنخزن فيها كل ما احنا محتاجينه تخزينه على جهاز الحاسب الايه على جهاز الحاسب الآلي. دي بنسميها الرامات بقى، دي الرام، دي بنسميها الايه الرام بتاعتنا. يبقى انا عندي الروم والرام. الروم ذاكرة قابلة للقراءة فقط، دي بيبقى عليها السيستم. ماشي، الرام هي ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة، ودي اللي احنا بنسجل عليها بياناتنا، او بنسجل عليها البرامج اللي انا هعالجها علشان اخدها انفذ بيها تعليمات الوحدة الايه المنطقية. يبقى دي عبارة عن الذاكرة اللي انا بخزن عليها البيانات اللي انا بعد كده محتاجة ان انا اخدها وعالجها علشان انفذ تعليمات الوحدة الايه المنطقية. تمام يا حبايبي، كده دي تاني نوع من الذاكرة اللي هي قابلة للقراءة والكتابة. مع بعضينا بقى نشوف باقي انواع الذاكرات. اه، بيقول لي ايه بقى يا ولاد؟ بيقول لي احنا عندنا ذاكرة للقراءة فقط قابلة لإعادة البرمجة، دي بنسميها ايه؟ بنسميها البي روم، بنسميها البي روم. البي روم يعني ذاكرة للقراءة فقط. ماشي، اه. قال لي اسمها بروجرامابل ريدنج اونلي ميموري، بروجرامابل ريدنج اونلي ميموري. مش احنا كان عندنا ريدنج اونلي ميموري، ظاهره قابله للقراءه فقط. اه، احنا بقى حطينا لها كلمه بروجرامابل، يعني ذاكره قابله للقراءه، قابله لمين؟ للبرمجه، قابله للقراءه فقط وقابله لاعاده الايه البرمجه. قولوا لنا بقى ازاي يا ميس دي؟ بص يا شباب، احيانا احنا بيبقى عندنا حاجه اسمها اعاده ضبط للجهاز، فانا بعمل اعاده برمجه، فلو كانت الذاكره اللي عندي غير قابله لاعاده البرمجه يبقى الجهاز بتاعي ده لو باظ مش هعرف اصلحه نهائي، فلازم احط حاجه اسمها ذاكره للقراءة فقط ولكن قابلة لمين؟ للبرمجة، قابلة لإعادة البرمجة. أهم حاجة بقى، مين اللي هيبرمجها؟ هل المستخدم ولا صانع المكنة نفسه؟ تعال نشوف بقى كده الشاشة بتاعتنا هتقول لنا مين اللي هيقدر ان هو يبرمج هذه الذاكرة. تمام، يبقى الشاشة بقى بتقول لنا ايه؟ قال لي تعتبر هذه الذاكرة للقراءة لكن لا تتم برمجتها في الشركة المنتجة، وإنما يقوم المستخدم نفسه ببرمجتها. تستخدم كنظام لتخزين تستخدم كنظام للتخزين نظرا لثباتها وتوثيقها الايه العالي، نظرا لثباتها وتوثيقها الايه العالي. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي، يبقى الذاكرة ديت المستخدم للجهاز
هو اللي ممكن يقدر ان هو يعمل اعادة برمجة لجهازه من خلال هذه الايه، من خلال هذه الذاكرة. يبقى انا دلوقتي لو قاعد في البيت وجهازي فصل خالص، انا بعمل له اعادة ضبط مرة ايه، مرة اخرى. اما بعمل له اعادة ضبط بعمله عن طريق مين؟ عن طريق المعلومات اللي موجودة في الذاكرة القابلة للقراءة فقط واعادة الايه، البرمجة. والذاكرة ديت اللي بيقدر يبرمجها ويعيد برمجتها الشخص المستخدم للجهاز. الشخص المستخدم لمين؟ للجهاز. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان انا عندي كده 3 انواع من الذاكرات، ولسه في نوع تاني هنقوله، بس اثبت بس المعلومة في هذه المعلومات. احنا اخدنا اول حاجة الذاكرة القابلة للقراءة فقط، ماشي، واحنا قلنا عليها اللي هي اسمها read only ايه ميموري. والذاكره دي كانت زي نظام السيستم اللي موجود عندي في الجهاز ده، اقرا بس من عليها بيانات السيستم، انما ما اقدرش ان انا اعدل او اضيف فيه. عندي ذاكره قابله للقراءه وللكتابه، اقدر ان انا اخزن من عليها، اخزن عليها الدوكيومنت، اطلع الدوكيومنت بتاعتي وابدا اعدل فيه. يبقى ده ذاكره قابله للقراءه والايه والكتابه. ايضا حبايبي عندي نوع من انواع الذاكره القابلة للقراءة فقط، ولكن قابلة أيضا لإعادة البرمجة من خلال الشخص المستخدم لمين؟ للجهاز، هو اللي بيقوم بإعادة برمجة جهازه في حالة الجهاز لما يحصل له تهنيج. بعمل إعادة ضبط، وإعادة الضبط بيبقى من خلال الذاكرة القابلة للقراءة فقط وإعادة البرمجة. ودي كنا بنسميها بروجرامابل، بروجرامابل ريد اونلي ميموري. يعني الريد اونلي ميموري حطيت لها جزء يقبل الايه، البرمجه، فسميناها بروجرامابل ريد اونلي ميموري. ودي كنا احنا بنقول عليها بي روم، بي روم. يبقى انا عندي روم وبي روم. الروم ذاكرة قابلة للقراءة فقط، لا يمكن المساس بيها أو تعديل أو ضبط أي حاجة فيها، للقراءة فقط. عندي البي روم دي ذاكرة للقراءة فقط، ولكن يمكن برمجتها عن طريق الشخص المستخدم للجهاز، ودي بنسميها البي روم. يبقى أنا عندي روم وبي روم، وعندي رام، وعندي رام. الرام دي هي الذاكرة القابلة للإيه؟ للبرمجة، وكمان للكتابة والقراءة. هي ذاكرة قابلة للكتابة والإيه؟ والقراءة. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى ان احنا كده خدنا 3 انواع من الذاكرات. طيب قال لي بقى، وفقا لطريقة المحو يتم التميز بين الذاكرات التالية. احنا عايزين نعرف من حيث محو البيانات بتاعتنا انواع الذاكرات هتكون ايه. قال لي عندي الاريزر، بيروم، الاريزر بيروم اللي احنا بنسميها اي بيروم، اي بيروم، فهي تخزن البيانات بصفة دائمة مثل الروم، ويمكن للمستخدم نفسه وليس الشركة المنتجة برمجتها وحفظها، لكن يمكن محوها بواسطة الأشعة فوق الايه، فوق البنفسجية. يبقى هنا يا ولاد عندنا حاجة اسمها الإريزر بيروم. يبقى أنا عندي الروم، وعندي البيروم، وعندي الإي بيروم، الإي بيروم. طيب إيه بقى الاختلاف كده ما بين التلاتة؟ الروم هي عبارة عن بيانات ما أقدرش لا أمحيها ولا أقدر أجي جنبيها ولا أكتب عليها، غير هي قابلة للقراءة إيه فقط. عندي البيروم هي عبارة عن ذاكرة قابلة للقراءة فقط، ولكن معدة بجهاز برمجة أقدر من خلاله أعيد برمجة هذه الإيه، الذاكرة، من خلال الشخص المستخدم للجهاز فقط. طب يعني إيه بقى الإي بي روم؟ هي الإي دي اختصار لكلمة إريزر، يعني محو. يعني الذاكرة دي ممكن الشخص المستخدم للذاكرة ديت يمحي كل ما هو عليها، بس باستخدام الأشعة فوق الإيه، فوق البنفسجية. يعني يروح شركة كده ويعرض هذه الذاكرة لحاجة اسمها الأشعة الفوق بنفسجية كجهاز، ويبدأ الجهاز ده يمحي كل البيانات اللي موجودة على الإيه، على الذاكرة ديت، وإحنا بنسميها الإي بي روم. الإي بي روم يعني إريزر بروجرامبل إيه، إريزر
بي روم، يعني قابل جهاز او ذاكره قابله للبرمجه، فيها جهاز لاعاده البرمجه، وايضا فيها طريقه لمحو البيانات اللي موجوده ايه عليها. فالاي اختصار لان انا ممكن اعمل عمليه محو للبيانات اللي موجوده عليها، والبي اختصار لان هي مجهزه بجهاز برمجه اقدر اعيد برمجتها. تمام. ومين اللي يقدر يعيد برمجتها؟ الشخص المستخدم للجهاز عادي، مش الشركه المنتجه. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي الروم، عندي البي روم، عندي الاي بي ايه الاي بي روم. كمان يا شباب عندنا حاجه اسمها الاي اي بي روم. الاي اي بي روم دي عباره عن ايه؟ قال لي دي اسمها الكتريكال اريزر روم، بي روم، الكتريكال اريزر بي روم. هذه الذاكره تمزج بين مرونه الوصول الى الرام وعدم زوال الذاكره الاي بي روم، حيث يمكن محو واعاده برمجه محتوياتها كهربيا لكن لعدد محدود من الايه من المرات. حلوه قوي يا ولاد. الذاكره دي عباره عن مزيج بين الرام والروم، بين الرام والروم، يعني مزيج بين ذاكره اقدر اقرا من عليها واقدر اكتب عليها واقدر امحي من عليها البيانات واستخدمها. يعني ممكن اشيل الذاكره اللي موجوده او الهارد اللي عندي في الجهاز واعمل له عمليه محو البيانات كلها وابدا احط من عليه بيانات ايه مره اخرى. قال لي بس هي بتبقى ليها عدد مرات لمحو الايه البيانات. طب ومحو بياناتها بيبقى باستخدام ايه؟ قال لي باستخدام طريقه كهربيه، باستخدام طريقه ايه؟ كهربيه. يبقى انا كده لو جيت قلت انا عندي كام روم موجودة في الوحدة المنطقية؟ عندنا الروم اللي هي الذاكرة القابلة للقراءة فقط، عندنا البي روم ذاكرة قابلة للقراءة ولكن بيوجد معها جهاز خاص للبرمجة ويتم لإعادة البرمجة، وبيتم إعادة برمجتها من خلال الشخص المستخدم للجهاز. جميل. طب عندي الإي بي روم، قال لي يقدر ان احنا نقرا من عليها ونقدر نمحو البيانات اللي موجوده عليها باستخدام الاشعه فوق الايه البنفسجيه. ومين اللي يقدر يشيل من عليها البيانات او يحط؟ هو الشخص المستخدم ايضا لمين؟ للجهاز. طيب وعندي بقى الاي اي بي روم اللي هي عباره عن ذاكره اقدر امحي من عليها البيانات واضيف عليها بيانات واتعامل معاها بان انا اكتب عليها وامسح من عليها واستخدمها يعني امسحها خالص واستخدمها كميموري جديده خالص، بس اشيل البيانات اللي موجوده عليها بطريقه كهربيه، بطريقه ايه؟ كهربيه. دي بنسميها الاي اي بي روم. وطريقه تعديل في بياناتها او مسح المعلومات من عليها بتبقى ليها عدد مرات محدده، مش بتبقى مفتوحه، يعني فيها عدد مرات معينه اقدر ان انا امسح من عليها البيانات واحط عليها بيانات ايه بيانات اخرى. تمام. ودي كده كانت عباره عن مزج الاي اي بي روم، مزج بين الرام والروم. يعني ايه بقى الروم والرام؟ الروم احنا قلنا عليها ان هي ذاكرة قابلة للقراءة فقط، ممكن اشيل وممكن احط من عليها بس عن طريق طريقة باستخدام الاشعة فوق البنفسجية او الاشعة او النبضات الكهربية، ولكن بيتم قراءتها في النهاية فقط، ما اقدرش ان انا ايه اكتب عليها. انما الذاكرة القابلة للقراءة والكتابة هي الرام. الذاكرة القابلة للقراءة والكتابة هي عبارة عن مين؟ عبارة عن الرام. انما الروم اقرا واغير البيانات اللي عليها، يعني اقدر اقرا اللي عليها واغير البيانات اللي عليها، فهي تختلف حسب نوعيتها بقى. لو روم بس انا بقرا من عليها ما اقدرش اغير بياناتها. طيب لو بي روم اقدر ان انا اغير بياناتها من خلال الشخص المستخدم ان هو بيعمل اعاده ضبط. لو اي بي روم اقدر اغير بياناتها باستخدام الاشعه فوق البنفسجيه. لو اي اي بي روم
اقدر اغير بياناتها، ولكن باستخدام الاشعه او النبضات الايه الكهربيه، او احنا بنقول عليها ايه الاشعه الكهربيه. تمام، ده كده بالنسبه لانواع الروم. طب ايه هي الرام؟ لا، دي ذاكره اخرى اقدر اكتب من عليها واقدر اشيل الجزء اللي عليها، زي بالظبط الذاكره اللي احنا بنستخدمها ونسجل عليها الدوكيومنت بتاعتنا، ودي اسمها رام وليست روم. رام ذاكره قابله للقراءه والكتابه ايضا. تمام حبايبي، دي كده كانت انواع الذاكرات في وحدات التحكم المنطقي المبرمج. هنشوف مع بعضينا بقى جدول كده جميل. الجدول ده بيلخص لنا انواع الذاكرات اللي احنا اتكلمنا عنها وبشكل مختصر وجميل. تمام يا شباب، احنا عندنا اول حاجة الرام، احنا قلنا اللي هي بيتم برمجتها من قبل المستخدم في جهاز التحكم وجهاز البرمجة، طبعا بتمحو بانقطاع التيار الايه الكهربي. دي الرام، الرام تمحو بانقطاع التيار الكهربي. اول ما يضع التيار الكهربي بنلاقيها ايه بتمحو. طب الروم بقى يا ولاد، احنا عندنا في الروم احنا قلنا اربع انواع، عندنا روم، البي روم، الاي بي روم، الاي اي بي اي بي روم. الروم دي بقدر ابرمجها من قبل المنتج وغير قابله للمحو، ولو انقطع التيار الكهربي بتبقى زي ما هي. البي روم بقدر ان انا برمجها من خلال جهاز برمجه خاص وهي غير قابله للمحو، وبرضك بعد انفصال التيار الكهربي دي المعلومات اللي موجوده فيها بتبقى زي ما هي. الاي بي روم دي بقدر ابرمجها من قبل المستخدم واقدر بواسطه جهاز برمجه خاص بيبقى مع المستخدم اللي هو بيعمل ضبط لجهازه عن طريق هذه الذاكره، وبيقدر ان هو يعمل لها عمليه محو باستخدام الاشعه فوق الايه البنفسجيه. عندنا الاي اي بي روم ده بيتم محوها من قبل المستخدم ايضا بواسطه جهاز برمجه خاص، وبيتم المحو بتاعها عن طريق التيار الكهربي او كهربيا، وطبعا لما بردك بينقطع التيار الكهربي المعلومات اللي موجوده فيها بتبقى زي ما هي. يبقى كل الروم يا اولاد زي ما انت شايف كده، لو انقطع التيار الكهربي المعلومات اللي جوه الروم بتبقى زي ايه؟ زي ما هي. الرام الحاجه الوحيده ان لو انقطع التيار الكهربي جميع المعلومات اللي موجوده بداخلها بتمحى. تمام؟ بالنسبه للروم هي لما بتيجي مبرمجه بتبرمج من خلال من قبل المنتج، البي روم برضك بتبرمج بواسطه جهاز برمجه خاص، الاي بي روم من اللي بيبرمجها المستخدم بواسطه جهاز برمجه خاص، الاي اي بي روم بتبرمج من خلال ايضا الشخص المستخدم بواسطه جهاز برمجه خاص، ولكن الاي بي روم بقدر ان انا اعملها عمليه محو باستخدام الاشعه فوق البنفسجيه، والاي اي بي روم اقدر ان انا اعملها عمليه محو البيانات اللي موجوده فيها باستخدام الاشارات الايه الكهربيه. دي كده حبايبي كانت انواع الذاكرات اللي موجوده عندي في الوحده المنطقيه. احنا كده الوحده المنطقيه قلنا ان هي تتكون من اول حاجه البرمجيات اللي هي السوفت وير، تاني حاجه الهارد وير اللي هي الاجهزه الماديه، تالت حاجه قلنا البروسيس اللي هي المعالج او السي بي يو، رابع حاجه اللي احنا اخدناها دلوقتي اللي هي الذاكرات بانواعها. دلوقتي في آخر عنصر هنبدأ نشرحه، المدخلات والمخرجات من مكونات الوحدة المنطقية، بحيث ان عناصر الوحدة المنطقية نكون كلها اجمعناها في حلقتنا النهاردة مع بعضينا. الانبوت والاوت بوت يا ولاد اللي هي المدخلات والمخرجات. انا عندي المدخلات تعتبر وحدة الدخل والخارج، وسيط بين نظام الوحدة المنطقية المبرمجة والعالم الخارجي. فمن خلال أجهزة الدخل يستقبل المعالج جميع المعلومات المطلوب التحكم فيها، ومن خلال أجهزة الخارج نوصل المعلومات دي إلى الأجهزة الخارجية سواء كانت محركات أو لفائف صمامات أو أجهزة إنارة أو جهاز أو خط إنتاج أو مكنة تشغيل تحكم مبرمج. يبقى أنا عندي المدخلات يا ولاد
هي عبارة عن جهاز اللي بيقوم بتخزين او بإعطاء المعلومات اللي احنا محتاجين ان احنا ننفذها للوحدة المنطقية او المعالج، والمخرجات ديت هي اللي عبارة عن الجهاز اللي بيقدر ان هو يحول لنا او يورينا المخرجات في صورة فعل، بيشغل بيه منظومات التحكم المبرمج، منظومات التحكم المبرمج. قد يكون الخرج بتاعي عبارة عن تشغيل خط إنتاج، تشغيل مكنة تحكم رقمي، تشغيل مضخة، تشغيل وحدة أو منظومة تحكم منطقي هيدروليكية أو نيوماتيكية، بس بتشتغل عن طريق البرامج. ده الهدف. احنا عندنا النيوماتيك وعندنا الهيدروليك، درسناه. ايه الفرق معانا في البي ال سي؟ ان انا بشغل هذه المنظومة ولكن باستخدام برامج، والبرامج بتاعتي دي هي السوفت وير اللي انا بعملها كمدخل لمين؟ للوحدة المنطقية، عشان اقدر من البرامج دي اتحكم فيها وتبدا تديني الخرج اللي هي تشغل لي بيها منظومه تحكم نيوماتيكي، منظومه تحكم هيدروليكي، تشغل لي بيها مكنه زي مكنه التحكم الرقمي السي ان سي لو بتشتغل بضغط الهواء او الزيت عن طريق البرمجه، او ان هي تشتغل عن طريق ان هي تحول البرنامج لاشارات جوه المكنه بتاعتي. كل هذه الامور وكل هذه التعليمات بتتم عن طريق الوحدة المنطقية، وكمان بتتحول إلى عمليات تنفيذية بتتنفذ داخل المنظومات، بحيث إن هي تشغل لي مكن، تشغل لي خطوط إنتاج، تشغل لي أجهزة مراقبة، تشغل لي أي عنصر فعل أنا إيه؟ أنا محتاجه. طيب إحنا عشان كده قلنا إن الوحدة المنطقية دي النهاردة كانت بتتكون من أكثر من عنصر، وقلنا إن هي تتكون من البرمجيات اللي هي السوفت وير. وسوفت وير عرفنا يا شباب ان هي عباره عن البرامج اللي انا من خلالها اقدر اتحكم في تشغيل الوحده المنطقيه، ومن خلالها اقدر اعالج هذه البرامج واحولها لاشارات تبدا تجيني في صوره فعل تشغل لي منظومات الخارج اللي انا محتاجاها من منظومه التحكم المنطقي، زي ما قلنا ماكينات او خطوط انتاج او ما الى ذلك. كمان قلنا ان احنا عندنا الاجهزه الماديه، ده كان تاني عنصر من عناصر الوحده المنطقيه، وقلنا ان الاجهزه الماديه تحتوي على جهاز البرامج، تاني حاجة الذاكرة، تالت حاجة المعالج، أجهزة الدخل والخرج، وأيضا مصدر الإيه؟ مصدر الطاقة. جينا أخدنا أول حاجة اللي هو السي بي يو اللي هو المعالج بتاعنا، وقلنا ان هو ده البروسيس اللي بي او البروسيسور اللي بيبقى موجود في قلب جهاز الحاسب الالي، ده بتشبه في شكلها جهاز الحاسب الالي، ولكن في استخدامها هي بتختلف حسب الوظيفه المطلوبه من الوحده المنطقيه او من جهاز التحكم للوحده الايه المنطقيه. كمان قلنا يا ولاد ان البروسيسور ده بيبدا ياخد الاشاره ويعالجها لاشاره الخارج اللي احنا محتاجينه. كمان كان عندنا عنصر اخر بعد السي بي يو اللي احنا قلنا عليه، عناصر الدخل والخرج اللي هي المدخلات والمخرجات، وقلنا دي عبارة عن البرامج اللي احنا بندخلها، والمخرجات بتاعتي اللي هي اشارات الخرج او اشارات الفعل اللي انا اقدر ان انا اخدها من الوحدة المنطقية. تمام يا حبايبي. واحنا قلنا ان احنا عندنا اي منظومة تحكم منطقي مبرمج بتتكون من 3 مراحل. اول حاجة مرحلة البيانات اللي بدخلها للمنظومة، ودي بنسميها الانبوت داتا. البيانات دي لما بتدخل بيجري عليها بعض العمليات، والعمليات دي اللي احنا بنسميها البروسيسورز، والبروسيسورز ديت العمليات اللي بتجري على البيانات دي بتعالج هذه البيانات بحيث ان هي تديني اشارات تشغيل للماكينات، ودي بنسميها اشارة الفعل او المخرجات، ودي بنسميها اشارة الفعل او المخرجات. فعشان كده احنا قلنا ان اي عناصر التحكم المنطقي 3: مدخلات، عمليات، مخرجات. احيانا في الكتب بيقولوا عليها مدخلات، بالنسبة للوحدات المنطقية بيقولوا عليها بقى بدل عمليات بيقولوا برمجة ومخرجات، لان انا بيتم عن طريق البروسيسور بتاعتي ان انا اعمل عملية البرمجة بحيث ان انا اعالج الاشارات بتاعت الدخل وابدأ احولها للاشارات المطلوبة فين؟ في عمليات الخرج بتاعتي. تمام يا حبايبي. طيب احنا بقى نبص على الشاشة بقى بتاعتنا كده، احنا بيقول لنا هنا ان هناك علاقة
علاقة بين عناصر الدخل والخرج. لو أنا عايز أشغل أي منظومة، المنظومة بتاعتي دي فيها خطوط إنتاج، يبقى أنا لازم أخد البرنامج أدخله على البروسيسور أو وحدة التحكم. وحدة التحكم هتقوم بمعالجة هذه البيانات وتحولها لي لإشارات خرج. إشارات الخرج دي هتدور لي أو تبدأ إن هي تحكم لي في المنظومات المطلوب تشغيلها، زي منظومات التحكم الهيدروليكي، زي المواتير، زي المحركات، زي أجهزة الإنارة وهكذا. دي كده يا ولاد كانت عناصر التحكم المنطقي المبرمج، اللي هي 3 عناصر: مدخلات، برمجة، مخرجات. عندنا طرق كتابة للبرنامج البي ال سي، لما بكتب برنامج البي ال سي بلغة اسمها لغة اللادر او لغة الاف بي دي اللي هي لغة البلوكات، او لغة الكومنت اللي هي لغة الاوامر. وفي اغلب البرامج يمكن كتابة الاوامر باحدى هذه الطرق وتحويلها من طريقة الى اخرى بسهولة. يبقى انا دلوقتي يا اولاد عرفت ان ما يعني اجزاء الوحدة المنطقية عندنا 5 اجزاء، وعرفنا ان ايه جهاز البرمجة ده. لا، الوحدة المنطقية تتكون من عنصرين، السوفت وير والهارد وير. والهارد وير بيتكون من 5 اجزاء، وال5 اجزاء عبارة عن جهاز البرمجة والذاكرة والمعالج، وحدات الادخال ووحدات الاخراج ومصدر الطاقة. كمان عرفنا كل وظيفة كل جزء من هذه الاجزاء، وعرفنا ان انا عندي انواع كثيرة جدا من الذاكرات اللي انا بحطها: ذاكرات قابلة للقراءة، وذاكرات قابلة للقراءة والكتابة. لما اجي اقول لك روم، ده روم ده قابل للقراءة فقط، وعندي انواع منه كثيرة. عندي اما روم او البي روم او الاي بي روم او الاي اي بي اي بي روم. الروم ذاكرة قابلة للقراءة فقط، ولا يمكن لا يمكن تعديلها او ان انا اعيد برمجتها. البي روم ده جهاز بيتصل بالذاكرة، اقدر من خلاله ان انا اعمل اعادة برمجة لهذه الذاكرة. الاي بي روم اقدر من خلالها ان انا اعيد برمجة هذه الذاكرة، ولكن باستخدام اشعة فوق بنفسجية. الاي اي بي روم اقدر ان انا اعيد برمجة هذه الذاكرة، ولكن باستخدام الاشعة الكهربية. كمان احنا قلنا ان احنا عندنا طرق للبرمجة لوحدات التحكم المنطقي، او لغات اقدر من خلالها ابرمج وحدات التحكم المنطقي المبرمج. عندنا لغة اسمها لغة اللادر، اللي هي لغة الملامسات او السلمي، او لغة البرمجة اللي هي باللادر اللي هي الملامسات. او عندنا لغة اخرى اللي هي لغة البلوكات، وعندنا لغة تالتة اللي هي لغة ادخال البرمجة باستخدام الاوامر. واحنا عندنا نظام جميل جدا في الوحدات المنطقية المبرمجة، ان انا ممكن احول من نظام لاخر عن طريق ان انا استخدم برنامج واحد، واقدر من خلاله ان انا احول من لغة الى لغة اخرى. وبكده حبايبي النهاردة احنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا جميلة. اشكركم واترككم في رعاية الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا شباب.